مين بنى الاهرامات؟ سلاحف النينجا. يا محمود انا في اسالك بعض الاسئله من اجل يعني تتثقف واثقفك يعني. تفضل تفضل اسال تفضل. مين بنى الاهرامات؟ سلاحف النينجا. ما هو محمود هذا؟ الفراعنه هم اللي بنوا الاهرامات طبعا. خلاص يعني الان جاوبت انت اجابتك صحيحه. ننتقل للمرحله الثانيه. كم المده اللي بنوا فيها الاهرامات؟ لا قعدوا كتير. يعني كم بالضبط عشان تحدد الوقت؟ هم قعدوا كتير عشان كل حجر يبنوه كانوا بيشدوا منه شويه. يعني انت ما بنيت معاهم؟ لا والله ما بنيت معاهم. وابوك ما بنى؟ ولا ابويا ولا جدي. جدي جدي جدي. ليش كنتوا تتفرجوا؟ لا كنت انا لسه صغنن. والصغنن ما عندكم ما يشتغل؟ قانون العمل اللي بيقول كده. ما يشتغل الصغنن؟ اشرب شاي. حاضر. محمود اعمل لي نص قلص شاي. نعم؟ نص قلص شاي. ويا عم تحفه ما في صباح الخير ولا شيء؟ يا عم ده عم نصر ده زهق بلد بحالها. شكلها ضابحة. ايوه نسيت اسال السؤال. اللي جانا عند العم ناصر هو يقرب ليش ولا يقرب العم ناصر؟ ولا يقرب لي ولا يقرب ناصر. ده وسيط ايش يعمل جلسة الصلح مع ناصر واخته مشان يعطي له من الورثة. ناصر ولا عطاه له شيء. يعني العم ناصر عنده اخت؟ بس يا اخي انت في ايه؟ الحاجات دي حاجات عائلية خصوصية احنا مالناش اللي احنا نتدخل فيها. هو اخته اسمها ايه؟ والله ايوه اسمها فاطمة. الله حلوة فاطمة. وفاطمة دي مرتبطة؟ مرتبطة وعندها اولاد وجوزها عيان وحالتها بالبلاء يا محمود. خد الشاي يلا عشان ما تاخريش على ناصر. يلا. بدل ما انتوا كذا جالسين تتولهوا زي المطلقات اخرجوا شوفوا لكم شغل. بيخرج لكم ناصر ده يزهق بلد. بصي الولية ما علينا منها. خلينا نكمل الاسئله حقنا. كم عدد الحجار اللي بنوا بها الاهرامات؟ على حسب قص ولا زغلول؟ لان مش في اسماء المقاول. لا المقاول كان اسمه سلوم. سلوم هذا المشرف؟ لا ده المعسل. يا معسل. يعني اللي كان يحرس الاهرامات الحجار حق الاهرامات. يا عم ناصر! عم ناصر بنى معاهم؟ لا عم ناصر كان بيغش الحجاره. كان بيغش الحجاره. اشرب شاي. حاضر. سيب لي شويه. ها. اطلع برا. حاضر. ما تجيليش لمدة أسبوع.